السيد هذا اللي قمنا ليه بواحد العملية جراحية من بعد ما درنا التشخيص ودرنا المخرج، وهاد انتم معايا اليوم كتشوفوا الفرق والنتيجة اللي أكثر من حسنة من بعد 5 أشهر من العملية، ما بقى عنده لا سيكاتريس ولا حتى شي حاجة. ونخلي معاكم الدكتور جابرييل اللي قام ليه بهاد العملية هذه. Alors, voilà le résultat à 5 mois d'une intervention pratiquée sous anesthésie locale en ambulatoire par les nouvelles techniques. C'est-à-dire que le patient est rentré le matin et sorti le soir, il a marché tout de suite et aujourd'hui à 5 mois, il n'y a plus aucune cicatrice visible, il a une jambe parfaite et il va avoir un contrôle par Doppler échographie pour vérifier le résultat en profondeur. Et une petite sclérothérapie complémentaire est envisagée. Il reprend le football, il reprend son activité sportive avec la boxe sans aucun problème. يسبق لنا هذه 3 أشهر باش درنا لها العملية في رجل اليسر، وأن اليوم غادي نديرو لها إن شاء الله رجل اليمنية. شنو اللي شجعك أن من بعد 3 أشهر تشجعتي أنك دير هاد رجل اليمنية؟ شجعتني لأن الرجل الأولى دازت بخير وعلى خير العملية، وما حسيت حتى بشي حاجة، يعني كل شيء في نفس اليوم؟ في نفس النهار في العشية. شحال من بعد وقفتي؟ في نفس النهار، طلعت الدروج، ما كان حتى شي مشكل، ما عندي حتى مشكل. وهادشي اللي شجعك انك دير الرجل الثانيه اليوم ان شاء الله كنديرو لك الماركاج بحال اللي درنا لك في الاولى، لان الماركاج هي مساله اساسيه اللي كيتعمد عليها الشيروجيا باش كتعطي النتيجه حسنه بحال اللي وقع لك في هاد الرجل هذه. ان شاء الله اليوم غادي نديرو هاد الماركاج، وغدا غادي يكون عندها عمليه اللي هي ان شاء الله كنتمنى ان ندوز بسلام. حكي لنا ايوب على هاد تجربتك على هاد العمليه، كيفاش تمت هاد العمليه والنتيجه، وكي تتحس براسك دابا؟ بغيت نحس براسي مزيان، احسن منو بالاولى، لانو بالاولى كانت رجلي في حاله ماشي هذيك غير طبيعيه. دابا الحمد لله، دابا تيبان لي فرق كبير منو بالاولى، دابا بخير. والعمليه كي دازت كانت سهله صعيبه؟ في النهار خرجت، نهار خرجتي، وبشحال الوقت عاد وقفتي؟ في نفس اليوم وقفتي وما كاين حتى مشكل. دونك شنو كتقول للناس ان اللي كيتخوفوا من هاد العمليه، واش ما يبقاوش يتخوفوا منها؟ واش هذه طريقه الجديده ما فيها حتى مشكل؟ لا مزيانه، المده قصيره، واحد الاشهر قليله بزاف، واللي كان عنده لي فاريس مهمين وكثار بزاف، وكانت عنده قرحه الارجل بحال اللي كتشوفوا معايا هنايا في هذه الصوره هذه. فمقارنه مع قرحه الارجل اللي كانت عنده ولي فاريس اللي كان عنده، شوفوا النتيجه كيفاش ولا اكستراوردينير.